شكرا سيد الرئيس. في البداية اسمحوا لي بأن أعبر عن جزيل شكري للدعوة الكريمة وهذه الفرصة القيمة للتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة مضطربة كما تعلمون، تضرر ويتضرر سكانها بشدة من العنف المسلح والصراع. لا أريد تبسيط أسباب هذا الصراع والعنف، ولكن أحد العوامل هو سهولة الحصول على الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها. إن سبب انتشار هذه الأسلحة وتحويلها إلى أيدي المجموعات الخطيرة ليس نتيجة حرب واحدة أو إخفاقات بلد واحد، إنما يعود إلى عقود من عدم الاستقرار في العديد من البلدان في جميع أرجاء منطقتنا. يعتقد البعض بأن الحصول على المزيد من الأسلحة سيجلب المزيد من الأمن، ولكننا نرى مراراً وتكراراً بأن ذلك غير صحيح. في الحقيقة يأتي تحقيق الأمن الحقيقي من خلال إرساء حكم القانون والمؤسسات لضمان العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. في أحد بلداننا كانت خلاصة تحقيق حكومي إن مسؤولي إدارة المخازن لم يكن لديهم معلومات دقيقة عن محتويات المستودعات في البلاد، وكانوا يعتمدون على نظام جرد يدوي ورقي غير قابل للبحث لتتبع المعدات، ونتيجة لذلك فإن العثور على أي قطعة سلاح في مجمع المستودعات كان يستند على معرفة وذاكرة العمال. كما كان هناك إخفاق في التخزين، وإذ أنه تم تخزين المعدات والذخيرة في حاويات الشحن التي كان يسهل اختراقها. يجدر الإشارة هنا بأنه لم يكن سبب تسريب هذه الأسلحة والذخيرة إلى الافتقار للمهارة فحسب، وإنما بسبب الفساد أيضاً. وفي غضون ذلك جمعت الجماعات المسلحة كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، وأنشئت أسواق غير قانونية، وتم ترعيب السكان، ومما أدى إلى دوامة من العنف. في برنامج العمل التزمت جميع الدول الأعضاء بوجوب تدمير الأسلحة الصغيرة والخفيفة المصادرة أو المحجوزة أو التي تم جمعها. لا يمكننا السماح بتحويل تلك المخزونات إلى الأسواق غير المشروعة. نحن بحاجة إلى أنظمة إدامة أفضل واستخدام تكنولوجيات جديدة لتعطيل هذه الأسلحة الدائم. يؤدي سوء استخدام السلاح لا سيما في سياقات النزاع المسلح إلى تدمير وإغلاق هياكل البنية المدنية لمجتمعاتنا كالمدارس والمستشفيات وأماكن العمل والمناطق السكنية والثقافية، فضلاً عن انهيار تقديم الخدمات الأساسية. كما إن انتشار الأسلحة الصغيرة يؤثر تأثيراً سلبياً على المساواة ومشاركة المرأة وحصولها على الفرص. يتوجب إنشاء آليات لضمان تواجد المرأة في برامج مراقبة الأسلحة الصغيرة. نحن بحاجة أيضاً إلى تكريس الموارد لبناء ثقافة اللاعنف والسلام، ويشمل ذلك تدشين برامج التثقيف والتوعية العامة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة وبسيادة القانون، بالإضافة إلى برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبرامج الحد من العنف المجتمعي وإصلاح الوضع الأمني. السيد الرئيس، هناك العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل يومياً لإحلال السلام والأمن البشري. يمكن لهذه المنظمات أن تلعب دوراً فعالاً في الشراكة المبدئية مع الحكومات لتعزيز تنفيذ برنامج العمل والصك الدولي للتعقيب.
نحن نشجع تعاون الحكومات مع المنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث ورابطات المستهلكين والقطاع الصناعي. إذا كان هناك شراكة بين الدول الأعضاء مع جميع قطاعات المجتمع المدني، سنتمكن معا من خفض الطلب على الأسلحة وتحسين الضوابط، وبالتالي الحد من العنف المسلح والإجرام الذي له تأثير ضار على مجتمعاتنا. شكرا لكم.